بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي، حياكم الله في حلقة جديدة من السيرة الرضوية. هذا البرنامج الذي نكون فيه في محاكاة لسيرة الإمام الرضا صلوات ربي وسلامه عليه، نعيش في زمانه ونغترف من عذب ماء هو الماء الغدير الذي نهل الأولون منه فساروا بنهج قويم هو نهج محمد وآل محمد. ها نحن وإياكم إخوتي أخواتي في سيرة الإمام الرضا صلوات الله عليه ضمن هذه الحلقات من قناتكم، قناة كربلاء الفضائية. حياكم الله إخوتي أخواتي، وأرحب أحلى ترحيب بسماحة الشيخ الدكتور محمود سرائب. حياكم الله شيخنا. حياكم الله شيخ علي، الله يبارك فيك. الكلام حول قضية العقائد والصفات الإلهية، وتقدم الكلام في الحلقات الماضية عن كلام الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه المفند لكثير من الشبهات ولكل الشبهات التي طرحت في محضره أو عليه، والمقوي للعزائم في تثبيت العقائد الصحيحة الرصينة لشيعة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اليوم نقف عند المعتزلة، كان لهم رأي وكان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كلام في الرد عليهم. تفضلوا سماحة الشيخ. جزاكم الله خير شيخنا، الله يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على أنيس النفوس مولانا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. في حلقات سابقة بينا استنادا إلى روايات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، واستنادا إلى روايات الإمام علي بن موسى الرضا، أن الإمامية يؤمنون أن الصفات عين الذات. هذه النظرية سيأتي شرحها بشكل أوسع، لكن حتى نتمكن من فهم هذه النظرية بالدقة لابد أن نفهم النظريات الأخرى وعلى ماذا كان يرد أهل البيت، يعني على أي اتجاهات في هذا المجال كان الإمام المعصوم يتحدث، أو ما هي الاتجاهات التي تراها روايات الإمام الرضا عليه السلام ونصوص الإمام الرضا هي اتجاهات غير صحيحة أو اتجاهات منحرفة وباطلة في بحث الصفات. أنا نقلت رواية فيما مضى عن الحسين بن خالد قال: سمعت الرضا علي بن موسى عليه السلام يقول: لم يزل الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى عالما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا. فقلت له: يا ابن رسول الله، إن قوما يقولون إنه عز وجل لم يزل عالما بعلم. سنبين أن هذا هو ما يتوجه إليه الأشاعرة، عالما بعلم، قادرا بقدرة، حيا بحياة، وقديما بقدم، وسميعا بسمع، وبصيرا ببصر. فقال صلوات الله عليه: من قال بذلك ودان به فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى وليس من ولايتنا على شيء. ثم قال عليه السلام: لم يزل الله سبحانه وتعالى عالما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا لذاته. فصفاته ليست خارجة عن ماذا؟ بل هي عين ذاته. بل هي عين ماذا؟ عين الذات. وقدمنا هذا البحث بشكل وبآخر، لكن كطرح منهجي، يعني اسمحوا لي أن أطرح منهجيا لكم هذا البحث، لكم كلمة بحث الصفات، وأبين الاتجاهات الأربعة في بحث الصفات، ومنه اتجاه ومعتقد الإمامية استنادا إلى روايات النبي صلى الله عليه وآله حسب ما نعتقد، نصوص أمير المؤمنين أهل البيت، وبالأخص هذه النصوص المباركة عن الإمام الرضا عليه السلام. البحث في الصفات الإلهية يمر بهذا التسلسل. السؤال الأول: هل لله صفات؟ نقطة.
هذا السؤال الأول. نعم. لماذا نسأل هذا السؤال؟ لأن هناك من وقع في شبهة وادعى أن الله لا صفات له. لا حول ولا قوة. صفات ذات، نتكلم بصفات الذات، وهي وهو رأي المعتزلة الذي سنشير إليه في هذه الحلقة إن شاء الله. إذا نحن الإمامية حسمنا الجواب عن أن الله سبحانه وتعالى له ماذا؟ صفات. له صفات. نتفق نحن الإمامية مع الأشاعرة مع فرقة قديمة بائدة اسمها الكرامية أن الله له ماذا؟ صفات. صفات. إذا من اتجه اتجاه آخر في هذا البحث هم المعتزلة، وسنتوقف عندهم في هذه الحلقة. السؤال الثاني، إذا ثبت أن الله جل وعلا يتصف بصفات ذاتية، صفات له صفات ذاتية، عالم قادر حي، ما سميناه صفات الذات؟ نعم. لأنه تعرفون بالتقسيم العلمي يوجد عندنا صفات ذات وصفات ماذا؟ فعل. فنعتبر العلم والقدرة والحياة صفات ماذا؟ ذات. ذات. بينما الخالقية الرازقية خالق صفات علم. هي صفات فعل. الله سبحانه وتعالى بعد أن نحسم أنه يتصف بصفات ذاتية نسأل سؤال آخر، هل هذه الصفات حادثة أم قديمة؟ هنا يفترق الأشاعرة والإمامية عن فرقة اسمها الكرامية. الكرامية قالوا بأن الله له صفات، إذن ليسوا كالمعتزلة. نعم. ولكن صفات الله سبحانه وتعالى ليست قديمة بل حادثة. نتكلم عن صفات الذات، حادثة في حينها أم حادثة حين الحاجة؟ سنشير ماذا يقصدون عندما ننتقد النظرية. نعم. لأن فقط أنا أمنهج البحث. إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى له صفات، هذا نقاشنا مع المعتزلة سنتحدث. ثم إذا أثبتنا أن لله صفات ذات وهذه الصفات هي ماذا؟ قديمة أم حادثة؟ حادثة أم قديمة؟ وذهبنا ذهب البعض إلى الحادثة، فهؤلاء الكرامية. الأشاعرة يقولون الله له صفات، فهذا نظريتهم ليست كالمعتزلة، وصفاته ماذا؟ عين ذاته. لا لا لا، الأشاعرة. نعم عفوا. عنده صفات فهم ليسوا كالمعتزلة، وصفاته قديمة فهم ليسوا ماذا؟ كالكرامية. ولكن هذه الصفات زائدة على الذات فهم ليسوا كالإمامية. إذن الفرق الأساس بين فكرة الأشاعرة في الصفات والإمامية في الصفات هي أن الأشاعرة ذهبوا إلى نظرية زيادة الصفات على الذات، سنناقش هذه النظرية. أما الإمامية قالوا الله له صفات، صفاته قديمة، وصفاته ليست زائدة ماذا؟ على ذاته، إنما هي عين ماذا؟ عين ذاته، عين الذات. إذن هذه هي منهجية ماذا؟ بحث الصفات، بدءا من المعتزلة وصولا إلى الكرامية، ثم الأشاعرة، وصولا إلى رأي الإمامية وهو عينية ماذا؟ عينية الصفات للذات. إذن الإمامية يفترق عن كل النظريات السابقة، عن كل النظريات السابقة، وخصوصا عن الأشاعرة بعينية الصفات للذات. جيد. هذا ألا يدعونا إلى التساؤل، هم عندما يقولوا أن هناك لله تبارك وتعالى فاصل بين صفاته وبين ذاته، كيف تكون يعني قضية الوحدانية لديهم، ألا تكون هي فيها إشكالية؟ نركز البحث كالتالي، بحث الأشاعرة لنتركه على جنب لأنه سنأتي إلى نظريتهم بالتفصيل بشكل مفصل. خلينا نركز على المعتزلة. نظرية المعتزلة. طيب، إذا المعتزلة ما قالوا ما في صفات، ليش أولا لماذا وصلوا إلى هذه النقطة؟ وما هي نظريتهم؟ يعني خلينا نشرح النظرية بالأول. نعم. أسباب هذه النظرية ثم نحن ماذا نرد على هذه النظرية. في كيفية إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على ذاته، في هو كبيرة وفارق كبيرة جدا بين المعتزلة والأشاعرة. قبل ما نتكلم عن الإمامية، بين المعتزلة والأشاعرة في خلينا نسميه فاصل كبير بهذا الموضوع. مشايخ الاعتزال لأجل حفظ توحيد الله وتنزيهه عن التركيب، هي نقطة مهمة، وقعوا بمشكلة. هن بيؤمنوا أن الله ذاته مش مركبة، لما بسيطة. تقول الله عز وجل ذاته مركبة من أمرين فصار محتاج إلى أجزاء، وهذه الحاجة تنفي أن الله، وهذا الذي مضى معنا في أبحاث سابقة. نعم. الله واحد أحد. فالأحدية يعني بتفسير من التفاسير هي البساطة، يعني عدم تركيب الذات.
لأجل أن يحافظ مشايخ الاعتزال على التوحيد وعلى أحدية الذات، وأن الله سبحانه وتعالى ليس مركب من ذات وصفة. بس تقول للمعتزلي صفة، شو بيفهم هو؟ بيفهم ذات زائد شو؟ صفة. صفة. بيقول بما أنه في ذات وصفة يعني في ماذا؟ في تركيب. هناك قضية مركبة تضرب البساطة. بالضبط، يعني هو هذا التوجه. أنا حنقول ليش وصل لهذا الأمر. فقالوا إذن لا نقول في صفات، ما في صفات، فملاك إجراء هذه الصفات هو الذات، هو الذات المقدسة، وليس هناك أي واقعية للصفات سوى الذات الإلهية المقدسة. توضح ذلك، ذهبوا إلى نظرية اسمها نظرية نيابة الذات عن الصفات، نيابة الذات عن الصفات، عن الصفات، لكي لا يقعوا في ماذا حسب ادعائهم، لكي لا يقعوا بمشكلة التركيب. فلو قلنا أن الله سبحانه وتعالى عالم، قالوا عنا محذورين، هن المعتزلة عنا محذورين. إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى له صفات كالعلم، وجب الاعتراف بأن هناك ذاتا وماذا؟ صفات وصفة، لأن واقعية الصفة ما هي؟ قالوا مغايرتها للموصوف. الصفة غير ماذا؟ غير الموصوف. ولا يمكن أن يكون هناك، هم يدعون هكذا، لا يمكن أن يكون هنا صفة ولا تكون غير ماذا؟ الموصوف. فيلزم تركيب الذات الإلهية المقدسة من ذات وصفة وهو محال. النقطة الثانية، نفي العلم، نفي القدرة وسائر الصفات الكمالية يستلزم النقص في ذاته. هذا المحظور الثاني، يعني إذا يلزم التركيب، طب كيف بدنا نقول الله مش عالم، مش قادر؟ يكون هناك إشارة إلى نقص، في نقص في الذات الإلهية المقدسة، ويكذبه إتقان الصنع وآثار الله عز وجل. فما هو المخلص من هذين المحذورين؟ قالوا المخلص من هذين المحذورين انتخاب نظرية النيابة. شو يعني النيابة؟ يعني نيابة الذات مناب الصفات، ولا يوجد هناك واقعية للصفات وراء الذات. بكلمة واحدة، المعتزلي يؤمن أن الله لا يوصف بالعالم، ليس بعالم، إنما فعله فعل عالم، إنما فعله فعل عالم، لأن وصف الله بالعلم سيؤدي إلى محذور تركيب وتركب الذات الإلهية. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يعني الذي طرحه، هذا ما نتوقف عنده إن شاء الله. من بعد الفاصل نعود إليكم سماحة الشيخ. أخوتي أخواتي، ها نحن وإياكم في السيرة الرضوية، الأبحاث عميقة ومهمة، أحضروا ورقة وقلما وسجلوا الأسئلة والملاحظات والاستفسارات، ونحن وإياكم إن شاء الله في بحث عن حياة الإمام الرضا سلام الله عليه، وكيف رد على الشبهات التي أثارها المتشدقون في حينها، والتي تنفعنا اليوم في معرفة الحق من الباطل. نعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله. آداب العشرة في أحاديث الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. تأليف الشيخ محمد جواد المروج الطبسي. قال المؤلف في المقدمة: فهؤلاء أي أهل البيت عليهم السلام، وبسبب اتصالهم بالفيض الإلهي، قدموا أروع الأفكار وأتقنها وأحسنها لهداية الإنسان، منها تخلق الإنسان بالأوصاف الحسنة والأخلاق الجميلة. ومن الذين قام بهذه الرسالة الإلهية ثامن الحجج الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولقد أثر عنه عليه السلام أحاديث كثيرة في الآداب والسنن الأخلاقية وكيفية معاشرة الناس مع الآخرين، ودونت هذه الأحاديث في الجوامع الحديثية بالأسانيد المتصلة إليه عليه السلام، ونقلت هذه الأحاديث بعضها عنه عليه السلام وبعضها الآخر عنه عن آبائه الكرام، عن علي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد انتخبنا في هذا المختصر ما ورد عنه في مجال آداب العشرة مع المؤمنين.
وقد جمع فيه المؤلف أحاديث الإمام الرضا عليه السلام حول آداب العشرة في بابين: الباب الأول الحقوق الواجبة والمستحبة في العشرة، الباب الثاني الأمور المحرمة والمنهي عنها في آداب العشرة. ومن العناوين الواردة في الكتاب وجوب أداء حق المؤمن، استحباب العفو عن الإخوان، استحباب الأكل في بيت المؤمن، أداء الأمانة إلى الإخوان، المساواة في التسليم بين الغني والفقير، التواضع مع الناس، وغير ذلك من العناوين القيمة. من جديد حياكم الله إخوتي أخواتي، حياك الله سماحة الشيخ الدكتور. حياك الله شيخ علي، الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله. وصلوا إلى هذه النتيجة، صحيح؟ أولا لماذا وصلوا إلى هذه النتيجة، وثانيا كيف سنرد عليهم من كلام الإمام الرضا سلام الله عليه؟ كثير من النتائج المغلوطة أو المنحرفة وغير الصحيحة نشأت من التشبيه، من التشبيه، سواء في الفكر الأشعري أو في الفكر الاعتزالي. تذكرون نحن نقلنا في بعض الحلقات أن الأشاعرة أبو الحسن الأشعري أصر، وعقيدة السنة الآن، العقيدة السنية الآن في العالم المعاصر استنادا إلى الأشاعرة، أن الله يرى، أن هناك رؤية. عندما تقول له طب كيف الله يرى، ما هذا يلزم منه التجسيم، يلزم منه الجهة، يلزم منه المحدودية، خلاص هو بيقول لك عنا روايات موجودة ونحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ماذا لابد من رؤيته. هذا قمة التجسيم. هؤلاء لماذا وصل المعتزلة إلى هنا؟ يتصورون أن الصفة ما هي، يعني شوف يعني كيف بدأت المشكلة، يتصورون أن الصفة ترجع إلى أمر زائد على الذات، يعني في صفة وفي شو وفي موصوف. نعم. يعني كيف بتقول مثلا زيد عادل، زيد كذا، زيد، يتصور أن الصفة هي غير مندكة في الذات، أمر زائد على الذات، ولا يتصور كون الشيء وصفا مع كونه نفس الذات وعينها. ما عم يقدروا يتعقلوا الفكرة التي يؤمن بها الإمامية. قالوا قطعا الصفة هي غير ماذا، غير الموصوف. السبب هو أنهم لاحظوا الصفة في الموجودات الإمكانية، يعني شافوا الصفات في الممكنات وقاسوا الله عز وجل على ماذا، على الممكن. وهذا ما حذر منه الإمام الرضا، يعني هذا ما حذر منه الإمام الرضا فيما مضى معنا من حلقات، أنه من القواعد الأساسية في الصفات عند أهل البيت إياكم والمقايسة، إياكم والتشبيه، يعني تشبيه الله عز وجل بماذا، بمخلوقاته، تشبيه الخالق بماذا، بمخلوقاته. هؤلاء عندما لاحظوا الصفة في الموجودات الإمكانية، فالعلم في الإنسان وصف غير ذات الإنسان، يعني ذات زيد ليست هي العلم، العلم صفة تعرض على من؟ على الموصوف، على الممكن، فيقال زيد عالم، زيد عادل بالقيد الفلاني، جيد، يعني عالمون عادلون، هذه صفات تعرض على ذات زيد، والقدرة هكذا وكل شيء هكذا. اتخذوا هذه ضابطة كلية، قالوا إذن الصفات زائدة على الذات وتعرض على ماذا؟ على الذات. جاءوا لتطبيق هذه الفكرة على ماذا؟ على الذات الإلهية المقدسة. فعندما أرادوا تطبيق هذه الفكرة على الذات الإلهية المقدسة، قالوا هل ما بيمشي الحال، لأنه هذا يعني أن الذات الإلهية مركبة من صفة وماذا؟ موصوف. هذا بيمشي الحال في الموجودات الإمكانية أن تركب. أما الذات الإلهية، أما الذات الإلهية التي نؤمن ببساطتها وأنها غير مركبة، فقالوا حفاظا على التوحيد نقول بنظرية النيابة، يعني نيابة الذات عن ماذا؟ عن الصفات. هذه المشكلة. إذا بدنا نعالج المشكلة، أنه هن جعلوا كل كون الشيء وصفا ملازما لفكرة الزيادة عارضا على الذات، هكذا اعتبروا، فوقعوا في محظور خاص أن هذه الفكرة ستستلزم التركيب، والتركيب يستدعي نقد البساطة. طيب، فمنقول نحن شو بدنا نعمل، أنه إذا في عنا تركيب وكيف نرد عليهم، واثنان بيصير عنا خلو الذات عن الكمال، وهذا ما إذا شلنا الصفات وسلبنا عن الله سبحانه وتعالى. رفعه المحظورين بأنه خلينا نروح إلى نفي الصفات وقيام الذات مناب ماذا؟ الصفات. لكنهم لو بدأوا من هذه القاعدة، من قال لكم أن هناك ضابطة كلية هي كون الصفة غير الذات؟
من أين أخذتم هذه الضابط الكلية؟ صحيح أنكم ذهبتم إلى عالم ماذا؟ الممكنات، لكن هذه الضابط في عالم موجودة؟ الممكنات سنقرب لكم الفكرة بطريقة أخرى. ليست القاعدة صحيحة، يعني لا يوجد عندي قاعدة كلية تقول كل صفة هي غير ماذا؟ غير الموصوف. لا لا، غير الذات. غير الموصوف صحيح. كل صفة غير ماذا؟ غير الموصوف، يعني عندي صفة وعندي ماذا؟ ذات. هذه ليست ضابطة كلية، إنما تختص ببعض الموجودات الإمكانية، ببعض الموجودات والإمكانية. الإمكانية لو وقفوا على فكرة تقول أن الممكن من الممكن، قبل ما أروح طبق على الممكن، من الممكن أن تبلغ الذات في الكمال والجمال مرتبة عالية تكون هي نفس العلم، الذات تكون نفس الانكشاف، نفس القدرة، نفس الحياة. هذا لا يدل على أن الصفة في جميع المراتب عرض قائم على الذات، بل في بعض المراتب. فإذا قاعدة الموجودات الإمكانية، قاعدة أن الصفة دائما عارضة على الذات وهي غير الذات ليست قاعدة في كل المراتب، إنما في بعض المراتب هذا صحيح، ولكن في مراتب أعلى منقوبة هذا ليس صحيح. إنما في مراتب تكاملية كالذات الإلهية المقدسة فإن الذات تصبح هي عين الانكشاف، عين القدرة، عين الحياة، عين العلم. إذن هذه القاعدة التي بدأتم بها هي قاعدة منقوضة وغير ماذا؟ وغير صحيحة. فبمرتبة من المراتب العلم له مراتب عريضة جدا، له مراتب واسعة جدا. مثلا نعم علمي بالأشياء الخارجية هذا شيئين صحيح، ولكن في مرتبة تكون النفس مش عرض، تكون جوهر كما ذهب الفلاسفة وشرحوا لنا، والآن ليس وقت شرح هذه النظرية، فتكون جوهر بمعنى كعلمنا بأنفسنا. هل علمنا بأنفسنا هو علم مغاير يعني غير النفس؟ لا. فإذا علمنا بأنفسنا في مرتبة يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم المغايرة بين الصفة والذات. والذات. إذن لابد أن يلتفتوا أن المبدأ الذي بدأوا به، القاعدة التي انطلقوا منها هي قاعدة غير ماذا؟ غير صحيحة. في بعض المراتب الإمكانية كعلمنا بأنفسنا لا يوجد هنا شيء اسمه الصفة غير ماذا؟ الموصوف. غير الموصوف. فإذن قول المعتزلة باطل غير صحيح في نظرية الصفات، لأنه أولا يستلزم خلو الذات عن الصفات الكمالية. هذه نقطة. كما يقول العلامة الطبطبائي قال والمنسوب إلى المعتزلة، يعني قصد النظرية، فلازم ما فيه من نيابة الذات عن الصفات خلوها عنها، يعني عن ماذا؟ عن الصفات. والله وجود صرف لا يشذ عن وجود، يعني عنه وجود ولا كمال وجوده، كل الكمالات هي بأعلى درجات عند الله. والنقطة الثانية والأخيرة، قال القرآن والسنة يثبتان الصفات. القرآن مليء بماذا؟ يعني شو أسماء الله الحسنى وصفات الله سبحانه؟ حي، عليم، قادر، كريم، رحيم. فإذا لماذا، ما الدليل على أن نصرف هذه النصوص عن ظاهرها؟ هل يوجد محذور عقلي؟ نعم، إذا ادعى الأشاعرة، عفوا المعتزلة، ادعاء واحد، قالوا يستحيل وصف الله بالصفات. هم لم يقولوا هكذا، قالوا عندنا محذور لم نستطع أن نحله، نحن حللنا لهم هذا المحذور، فلماذا لا نقول بنظرية أخرى مثلا هي نظرية العينية كما سيأتي إن شاء الله. إن شاء الله في الحلقة القادمة سمحت الشيخ. شكرا جزيلا لكم سمحت الشيخ دكتور محمود سرائب. الله يبارك فيك شيخ. إن شاء الله الحلقة القادمة نكمل هذا البحث إن شئتم. إن شاء الله. إن شاء الله. تفضلتم كثيرا. شكرا لكم. أخوتي أخواتي، هذه حلقة انتهت. أنوه إلى جملة أو على جملة من النقاط، من ضمنها أن ختام الحلقة هناك خلاصة للبحث الذي دار، من ضمنها أتمنى عليكم أن تكونوا معنا حتى فيما سبق من حلقات عبر متابعتها في يعني روابط قناة كربلاء والموجود من هذه من خزين حلقات السيرة الرضوية في اليوتيوب، لتكتمل عندكم الصورة لمن الآن هو بدأ معنا في هذه السلسلة مع السيرة الرضوية، على اعتبار أن هذا البحث الذي يتفضل به سماحة الشيخ الدكتور محمود سرائب بحث مترابط، يعني مجمل الأحداث التي جرت على أو معظم الأحداث التي جرت في حياة الإمام الرضا سلام الله عليه، من نقاشات، من حجة، من دليل، من برهان، والتي في أطوارها هذه في هذه الحلقات مختصة بقضية العقائد
وعقيدتنا بالله تبارك وتعالى. إلى ملتقى يتجدد، نستودعكم في حفظ الله وأمنه ورعايته. قال الإمام الرضا عليه السلام: لم يزل الله عز وجل عالما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا لذاته تعالى عما يقول المشركون والمشبهون علوا كبيرا. نظرية المعتزلة نيابة الذات عن الصفات. إن حقيقة نظرية المعتزلة هي نظرية نيابة الذات عن الصفات من دون أن يكون هناك صفة. الله تعالى ليس بعالم، إنما فعله فعل عالم، عالم لا بعلم. قالوا: لو قلنا بأن له سبحانه صفات كالعلم وجب الاعتراف بأن هناك ذات وصفة، فعندئذ يلزم التركب فيه سبحانه من ذات وصفة، وهذا محال. وقالوا أيضا: نفي العلم والقدرة وسائر الصفات الكمالية عنه سبحانه يستلزم النقص في ذاته أولا، ويكذبه إتقان آثاره وأفعاله ثانيا، فلا بد من القول بنيابة الذات مناب الصفات. الله تعالى ليس بعالم، إنما فعله فعل عالم، فهو عالم لا بعلم. الرد على نظرية المعتزلة: الصحيح أن كون الصفات غير الذات ليس ضابطة كلية، وإنما يختص ببعض الموجودات الإمكانية، ففي مرتبة يكون العلم عرضاً كما في علمنا بالأشياء الخارجية، وفي مرتبة يكون جوهراً كما في علمنا بأنفسنا، وفي مرتبة يكون واجباً أي نفس الذات. يستلزم هذا القول خلو الذات عن الصفات الكمالية، والله لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي. القرآن والسنة يثبتان الصفات لله، ولا يوجد أي دليل لصرف هذه النصوص عن ظواهرها.